السلام عليكم. نشرت الأميرة ريما بن طلال أخت الأمير والمرياضي السعودي الوليد بن طلال مقطع فيديو يظهر قيام الأمير الوليد بن خالد بتحريك رأسه من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى وبالعكس. في مقطع برز على مواقع التواصل الاجتماعي ليعيد إحياء آمال إفاقة الأمير النائم من غيبوبته التي امتدت 14 سنة. وقالت الأميرة ريما بن طلال في تعليق على مقطع الفيديو الذي نشرته: الحافظ القادر الرحمن الرحيم، الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يا رب لك الحمد والشكر. وفي الأخير إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، وشكرا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.